كنت امشي كده بمشاية مدينة فيني. طبعا انا الى الان لسه ما رحت على داكا، بس والله يعني اول مرة اشوف الممشى هذا، من زمان ما لاحظت، مع انه في نص المدينة وجنبنا بالضبط، لكن ما شاء الله تبارك الله. شوفوا حولنا بحيرة كبيرة مرة. والناس مستمتعين وجالسين، وفي جلسات حلوة على جنب، وفي جلسات حلوة على فوق، مرة فلة. بس شايفين العوائل والناس بتمشوا، ناس شباب مستمتعين بالأجواء. بس لقيت الأخ الفاضل هذا بتروش، والله شكله من الحر اللي عندنا هاليومين. غرمه مانا هم جيد. دحين هنا في طرف البحيرة، بس والله إلا ملاحظ على المشاية هذه النظافة يعني معدومة، ما أدري عشان العيد ولا يمكن العمال كلهم في إجازة، ولا هي الشغلة كده، ما أعرف والله. بس الأخ هذه اللي ضحكني، الله يعين. والله اليوم الجو حار ترى، صح انه في غيم، بس عشان الغيم ترى الكتمة زادت. شوف هذا معبد الهندوس، شايفين القبة دي، معبد الهندوس. والله نعجبني الزرع والاشجار، ان شاء الله بس اهتموا بالنظافة ويصير مكان مرة فلة. شايفين اشجار النخيل، لا اي نخيل، هذه اشجار، ايوه صح، هذه اشجار النخيل النجبي كمان. هنا حاطين ورود مع ورود، والله المكان حلو. بس يا ليتهم يهتموا بالنظافة، اكيد ان شاء الله يهتموا. النظافة يعني شيء مفروغ منه، لازم الحكومة تهتم او البلدية. شايفين حاطين اشجار حلوة هنا، مزروع مرة فلة، هذه لما تكتمل وتصير خضرة تصير مرة فلة. هيا تعالوا اتمرنوا معايا. هلا الناس بصور لكم الغروب، والله اليوم ما في غروب مرة، ما في لا نور ولا شيء، شكلها اتأخرت على الغروب انا. بشوف الشباب اللي هنا، هذا تروش وخلص بتمشى دحين. دول مفصولين اعتقد شكلهم. والله الناس ما شاء الله مستمتعين في العصرية كده، جالسين شوية بأذن المغرب. شوفوا الشجرة الغريبة دي، ايش هذا؟ ما ادري شجرة الجن شكلها، هذه شبه زي كذا، هي للزينة اعتقد، بس والله شجرة حلوة. مرة واحدة على سبحان الله، بيغنوا على سبحان الله. أحب الأشجار المكركبة إلا كذا، والله بيغنوا على سبحان الله. إيش السالفة؟ شو يقول الحمد لله. استغفر الله. ما تختاروا شيء؟ ويل شوفوا السكاكين هذه، والله حس المحل كأنه محل أثري، بس هو له أثري ولا شيء كذا، وضعهم كذا يبيعوا زي كذا. شايفين
شندر زينيش. هذا اعتقد حق الكباب. ايوه ايوه. الا تحتاج تلقى ملاعق على حديد على كل صنع يدوي طبعا. شوف الحديدة دي. اوه والله ثقيل. والله ثقيل ما شاء الله. بريالين في مدس بخمسة ريال. خايف الشنط. يعني هنا يجوا الناس اللي على قد حالهم. بزار مرة هلا. طبعا ابو اللي مشوا الحال شايفين. ما شاء الله. يجوا الناس اللي على قد الحال هنا طبعا. بس انا اشوف يعني حاجات والله حلوة يعني بتمشي الناس الا امورهم. يعني الله يستر عليهم بس. طبعا دحين ما في زحمة. قربوا يقفلوا شوي يؤذن المغرب. لكن هنا في النهار والله تكون في زحام هنا. ها ما شاء الله تبارك الله. قصب سكر. احد يبغى عصير قصب سكر؟ وشوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا السوق الكبير هذا. طبعا هذا كله سوق من فوق للتن تحت. ما شاء الله تبارك الله. بس ما احب اروح لهذا السوق الا ايام الاعياد بس. يعني قبل العيد طبعا مش كمان بعد العيد. يعني قبل عيد الفطر بيومين ثلاثة ايام الدنيا زحمة هنا. ذاك الوقت مرة فل السوق هذا. اما غير كده ما ادخله. الحمد لله توانا صلينا صلاة المغرب. بس حبيت اصور المكان هذا. شايفين المكان قديش كبير. طبعا محاط بالسور. شايفين السور؟ في سور كبير وهذه البوابة الرئيسية. وشوفوا الجامع الصغير هذا. ما هو صغير والله. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كم دور. ثلاثة ادوار. وهنا ثلاثة ادوار. طبعا نحن دحين صلينا هنا في هذا المكان. وهذه مدرسة حكومية. مدرسة حكومية. وهذا تحفيظ. هذه الثلاثة الادوار هذه تحفيظ. وهنا مدرسة البنات. يعني يمديكم تقولوا مجمع متكامل. وشفتوا الساحة الكبيرة هذه. هنا يصلوا صلاة الاعياد. واحيانا محاضرات للمشايخ اللي يجوا من بعيد وما ادري من فين. يعني لانه الساحه كبيره مره. واحيانا كمان اعمال حكوميه يعني تجمعات حكوميه.